الألعاب الدولية، اللاعب الفلبيني في الركن الأحمر الخلوق صاحب الحس الفكاهي إيمور فليكسي مارسيال، رقم واحد، نمبر 1 in the world found one at the middle weight 75 كيلوغرام. هذا اللقاء أضمن لكم أنه سيكون لقاء استثنائي، لقاء متعة، لقاء يعرض بالملايين. أعزائي المشاهدين، ملايين حول العالم يشاهدوننا الآن لهذا اللقاء. كلا اللاعبين على قدر كبير من الشهرة وعلى قدر كبير من القوة والتنافسية. لو كان هذا لقاء احترافيا لكان هناك الملايين المدفوعة من الدولارات فقط للتفرج على كلا اللاعبين المهريين. كنا وإياكم مع المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة، المدرب محمد مصبح سعيد الشبلي، ونتمنى له التوفيق في البطولات القادمة بإذن الله. ويوما ما سنجد اللاعبين العرب والإماراتيون يتنافسون في نصف النهائي والنهائي بهذا الشكل. لدينا الكثير ولكن الظروف تمنع في بعض الأحيان ويكون لها رأي آخر. الجولة الأولى والدقيقة 14 بمجريات الجولة الأولى، والحكمة وتنبيه للاعب نمبر 1 الفلبيني بوضعية الساوث بو بعد الضرب خلف الظهر. لا تتعجل عزيزي المشاهد، فهذه الجولة الأولى، كلا اللاعبين حذرين. من يرى مباراة الأمس لجعفروف وللسيطرة التامة لثلاث جولات والضربات الجذع الذي نفذها سيطلب من الركن الأحمر التريث قليلا قبل خسارة التصنيف الدولي، لكن هيهات. لاعب ركن الأحمر يبدأ بالتكشير عن أنيابه، فقد قابل الكثير الأقوى والأشد حدة من حول العالم وانتصر عليهم بنتيجة رهيبة وقوية. هو يعتبر اللاعب الأشهر في وزن 75 كيلوغرام ورقبة يمنى نحو الجذع، وفي الخارج هو لديه حس فكاهي ويحب الضحك واجتماعي جدا. لاعب الأوزبكي لاعب محدد صامت طوال الوقت، عنده تركيز واحد هو الصعود إلى النهائي. لقاء حذر في الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية والاستشرافية، وهذا اللاعب القوي أو كلا اللاعبين قويين بصراحة. إشارة من الميقات لقرب انتهاء الجولة الأولى الافتتاحية التي يذهب فيها كلا اللاعبين. التركيز والحدة. حكم اللقاء من بلغاريا الحكمة الدولية ماريا، ولدينا قضاة من إيرلندا، هنغاريا، رومانيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند. لاعب المهاري جعفروف من أوزبكستان في الزي الأزرق. كثيرون من شبابنا العرب تواجهوا مع كلا اللاعبين، إما مع جعفروف أو أمير إيومير اللاعب المشهور جدا الفلبيني، واكتسبوا منهم الخبرات. ونحن نتكلم عن أعلام في عالم الملاكمة. أو لكمة خطافية يمنى جميلة من جعفروف، ويكون له الرد بالطبع من نمبر 1 بيد اليمنى المباشرة في الوجه تماما. لكمات 1 2 أو في تعثر غير مقصود عن طريق البساط واستكمال. اللكمات القوية التي يأتي الرد الفلبيني في نفس الوقت، لم ينتظر له حتى الفرحة حتى بالتهديف لكمتين. لاعب مهاري لاعب جعفروف، لكن أمامه اختبار صعب هذه المرة من اللاعب الفلبيني يومر مارسيل. اللكمات القوية، تكاد الكاميرا تقسم إلى نصفين من تلك اللكمات القوية. انتبه عزيزي المصور،
هذه اللكمات القوية المحددة التي تأتي من أبطال العالم، أبطال استثنائيين، سترونهم كثيرا كثيرا في المقابلات القادمة. لديهم سيطرة على مجريات الأحداث في وزن 75 حول العالم. انظروا إلى الثقة، انظروا إلى التعامل. اللاعب الأزرق يتعامل مع رقم واحد بهذه الثقة وبالرقصة. انظروا لاعب حركة، شوف 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 شوف. الحكم هو شخص متفرج في هذا اللقاء، لا يعاني مع شخصين مهاريين لا يحتاجان للحكم للإرشادات ولا للتعليمات، فقط لإعلان بدء الجولة ونهاية الجولة ويشكرونه على ذلك. نو لو بلو، انتبه من الضربات تحت الحزام واللكمات المسبقة، ولكن ما خطة فيها كيف القفاز. كما ذكرنا لا تسجل اللكمات التي تسدد في القفاز أو في خلف الظهر أو خلف الرأس، فقط الرأس أو الوجه والجذع. وللقفاز معايير سلامة وحماية وطبقات من الإسفنج لحماية الوجه. الهدف ليس الإيذاء، إنما الهدف هو التنافسية وتعلم كيفية الدفاع عن النفس. لا، لو حاولت نزع القفاز من أحد الملاكمين في أي وقت لن يمكنك ذلك، فهم يحبان اللعبة بشكل. الخصم في الركن الأحمر هذا التعب ولم يظهر عليه، يضغط على نفسه ويمثل أنه لا يحس بالإجهاد وأنه بثقة كبيرة، والحقيقة غير ذلك. انظروا إلى الركن الرازق، أنا أراه من هنا مرهق لا يكاد يلتقط الأنفاس، لكن كل التحية له اللاعب جعفروف الفنان في إظهار كل الثقة. انظروا يمثل أمام نمبر 1 كمان ثانية واحدة من الراحة. بداية الجولة الثالثة وذلك الشعور الذي يحس به سوى الملاكمين فقط. يعود معنا من جديد السيد علي عبد الزهرة جواد، الأمين العام للاتحاد العراقي وعضو الاتحاد العربي. كيف ترى هذا النزال القوي بين اللاعب الفلبين في الركن الأحمر، هو رقم واحد في التصنيف الدولي في وزن 75 كيلوغرام، واللاعب القوي الذي تابعناه بالأمس أو بالأمس القريب، اللاعب الأوزبكي جعفروف صاحب المهارة. لو تتذكر معي سيد علي الضربات الصاعدة على الجذع والحركة الواثقة. بالتأكيد الملاكم الفلبيني من الملاكمين يعني الجيدين في القارة الآسيوية والتصنيف أول على العالم، ولكن الملاكم الأوزبكي أعتقد ثبت هيمنته وأعتقد راح يعني يكسر هذا النحس يعني وينتصر أعتقد يعني في هذا النزال، كون يعني اسلوبه 100% ناجح في اداء اللي هو اسلوب الطويل المباغت في اداء هذه الجوله. اذا اعطاء تنبيه شفهي لكلا اللاعبين لابقاء الراس عاليا وتجنب صدام الجبهه لعدم الاصابه. اللاعب مهاري جعفروف امام نمبر 1 ايمور مارسيل من الفلبين، اللاعب القوي جدا المحافظ على صدارته منذ سنوات. ما شاء الله كلا اللاعبين، أتمنى لهم التوفيق، لكن في وجهة نظرك ونظر الخبراء من سيكون الفائز؟ هل يبقى الفلبيني رقم واحد حول العالم في ميزانه أم يجبره جعفروف على التنازل على هذا اللقب؟ أعتقد ستكون للملاكمة الأوزبكية والملاكم جعفروف كلمة في هذا النزال لامتهانه، يعني لم يجعل للملاكم الفلبيني فرصة للتفكير من خلال التنقل الحركي والمباغتة بالهجوم. أعتقد يعني أسلوب جدا ناجح للملاكم الأوزبكي اللي أعتقد ستكون يعني الكفة مائلة إلى الركن الأزرق. هل تعلم أن الملاكم الفلبيني الدولي الأكثر شهرة ماني باكياو شخصيا من الداعمين للاعب مارسيل، وبعض الأحيان يتدربون سويا وهم أصدقاء؟ بالتأكيد يعني بلد واحد وهو مهتم بالطاقات الفلبينية، مثل ما وصلنا يعني الملاكم ماني باكياو يمني النفس. لكمة مستقيمة يمنى من نمبر 1 في العالم 75 كيلوغرام.
نزال قوي. اللاعب مارسيال يقترب من الاحتفاظ باللقب او خسارته امام جعفروف. ثوان معدودة بل ثانيتان تفصلنا عن نهاية هذا النزال ونهاية الجولة الثالثة. مارسيال شيومير نمبر 1 in the world وجعفروف من اوزبكستان داتش هالينجر قوي استثنائي ما شاء الله لديه قوة جسمانية رهيبة لجعفروف وأكتاف عريضة ما شاء الله تفيد بنية جسمانية رائعة نعم تزيد في الريتش وفي قوة اللكمات انظر إلى هذا الجسم الاستثنائي الحلبة تكاد تهتز لهؤلاء الأبطال And the winner is Jafarov. حسدنا ولكن هذا مجرى يعني شاهدنا الملاكم ركعة الشكر. شوف لحظة اللكمات جميلة جدا للملاكم الأوزبكي. جعفروف منذ رأيته منذ بداية البطولة ومن قبل البطولة لاعب يتمتع بجسم استثنائي. من لديه هذا الكتف الضخم ما شاء الله والعضلات القوية في وزن 75 لا شك وتلقي اللكمات القوية من نمبر 1. 1-2 from Martial number 1 wow. وتحملها he took it very well يمثل أنه على ثقة يمثل أنه بخير ويذهب إلى الزاوية مزعجا ومنهكا باللكمات وبالأخير الفوز بالتأكيد يعني كان الفوز من نصيب الأوزبكي مستحق جدا يعني ما جعل خيار يعني ممكن إذا كان الهدف ثابت للملاكم